السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل ليكت شهر 15 من مكان ما وقفنا المرة اللي فاتت، وإحنا وقفنا عند بداية الألكان. طبعا اتكلمنا عن البروبرتيز بتاعة الكربون، وإن الكربون تقدر تعمل أكتر من بوند، تقدر تعمل لحد 4 بوند، لأن الفيلنس بتاعها فيه 4 إلكترون، وبالتالي تقدر تعمل بوندز لحد 4 بوند. وقلنا برضو من خواص الكربون بيعمل سينجل بوند ودبل بوند وتريبل بوند. تمام، ده كله خلصناه المرة اللي فاتت. واتكلمنا قلنا هيدروكربون، معنى كلمة هيدروكربون يعني كربون متصل بهيدروجين. تمام، أول نوع أنواع الهيدروكربون هو الألكان. الألكان بيتميز اللي هو ساتوريتد. يعني إيه ساتوريتد؟ يعني مشبع. يعني إيه برضو مشبع؟ مفهمتش. يعني كل البوندس اللي فيه أحادية، كل البوندس اللي بين الكربون والكربون أحادية. يعني مثلا ممكن نلاقي حاجة زي كده، ده برضو ألكان. ليه؟ لأن كل السهاب بتاعته كلها سنجل بوند، مفيش دبل بوند، ده اسمه الكان. طب ناخد أبسط حاجة، لو قلنا لا سي رابطة كمان سي 1 2 3، اتفقت المرة اللي فاتت أي شرطة مكتبش عليها حاجة يبقى ده كده هيدروجين وده هيدروجين وهكذا. اتجه دي السهات هتقولي سي 2، طب والاتشات هتقولي تي ان زائد 2، يعني معنى كده اضرب سي 2 يبقى اتش 6. يبقى الصيغة العامة للألكان CnH2n+2، ده الجنرال فورمولا. تمام، ولازم طبعا دايما ال n يبقى رقم بوزيتيف. طيب ده التسلسل بتاع الألكان. طب احنا هنحفظهم ازاي؟ هنحفظهم عن طريق اللي احنا كل المركبات الكيميائية عبارة عن ايه؟ عبارة ان انا بعد عدد السيهات ويبقى لها اسم، وبحط مقطع خاص بكل حاجة. يعني وليكن مثلا لو أنا عندي سي واحدة بقول عليها مس، سي واحدة مس. طب أنا بتكلم على الألكان يبقى اسمه ميسان. طب لو سي اتنين اسمها اس. طب أنا لو عندي كله سنجل بوند يبقى اسمه ايسان، وهكذا. الجدول اللي بعد كده هيوضح الكيرف ده أفضل. لأ كمان بعد كده هو الجدول ده. لو أنا عندي ده الروتس، ده اسمه الروت اللي هو الأساس بتاعي. لو عندي رقم السي 1، انا مثلا بتكلم في الالكان، يبقى اضيف المقطع ان. تمام، لو كله سنجل بوند والفورمولا بتاعته سي ان اتش 2 ان زائد 2، ده كده اسمه الكان. اضيف المقطع ان، يعني ميسان، ايسان، بروبان، بيوتان، بنتان، هيكسان، هيبتان، اوكتان، نونان، ديكان، وهكذا. طيب جميل، اول حد كده نرجع نجيب التو بيج اللي احنا عديناهم. هنا طبعا لو احنا خدنا بالنا كل المركبات دي الكانات. ليه الكانات؟ لان كلها اولا سنجل بوند. ولو خدت اول واحد ده عد كده معايا، كبر شويه اول واحد ده، بس اهو كبرت شويه، عد كده عدد السيهات هتقول لي 1 2 3 4، يبقى سي 4. طب عد اتشات، ادي كده عندك 3 و3 6، 6 و2 8 و2 10، تلاقي اتش 10 كده فعلا حقق الفورمة اللي بتقول سي ان اتش 2 ان زائد كام؟ زائد 2. يبقى ده كده الكان. لو خدت ده برضو عديت نفس الكلام هتلاقيه برضو الكان. نقدر نرسم السكيلتون فورم بتاعته كده. يعني ايه؟ يعني كل دوت من دي سي، يعني دي كده سي ودي كده سي ودي كده سي ودي كده سي. تمام، اقدر ارسم الفورمة دي. طيب جميل اهو، التسميات دي هنعرفها قدام، التسميات هنعرفها قدام. عايزك بس تركز معايا كده في الجدول ده تاني، او تعالى بص استاذ بتقول لك ايه ازاي بسمي. عندي بريفكس زائد الروت زائد السافكس. السافكس ده حسب النوع. لو عندي كله سنجل بوند بحط مقطع ان. طب عندي دبل بوند ان. تمام، يعني وليكن مثلا عندي سي دبل بوند سي، هتقول ايه ده كده مش ساتوريتد، كده في دبل بوند. اقول لك صح، وهتلاقي الفورم بتاعته سي ان اتش 2 ان، ده اسمه الكين. طب عندي سي 2 يعني ايه؟ يعني اث. تمام، طب ده الكان، لا ده الكين بس من ايسين ايسين. تمام، هنا الجدول ده برضو قلت لي مهم جدا نقوله مع بعض تاني. لو عندي سي واحدة مس، عندي 2 اث، عندي 3 بروب، عندي 4 بيوت، عندي 5 بنت، عندي 6 هكس، 7 هبت، 8 اوكت، 9 نون، 10 ديك. تمام، طيب تعال نسمي حاجة زي كده. انا بسمي ازاي اصلا؟ في رولز ثابتة انا بسمي عليه، بس تعال نسمي ده بسرعة كده، بعد كده نبص الرولز بتقول ايه. انا عندي، انا بشوف اطول شين فين، يعني اطول سلسله فين، هتقولي دي اطول سلسله صح كده. تمام،
طيب لو انا هجي اعد كده اقول ايه، 1 2 3 4، خلاص انا عارف 4 تمام، يعني ايه يعني بيوت، وده سنجل كله سنجل يبقى بيوتين. طب انا عندي فوق هنا ميسايل، طب رقمها كام؟ رقمها 2، اقول 2 ميسايل. طبعا التسمية دي بالتفصيل جدا هنلاقيها جاية في السلايد اللي بعد كده، ركز بقى معايا. اول حاجة بحدد اطول سلسلة تمام، ومش شرط تبقى ستريت، يعني اول حاجه نيمينج ذا لونجست تشين اللي هي الروت بتاعي اطول الشين. تعال بص على الشكل ده كده، ادي 1 2 3 4 5 6 تمام. طب لو خدت من فوق 1 2 3 4 5 6 تمام، طب لو خدت من تحت 1 2 3 4 5 6، يبقى انا اقدر اخد دي زي ما هو عمل، واقدر اخد اللي انا عاملها باللون الاصفر دي، واقدر اخد دي كمان اعملها لكم باللون الاخضر دي كمان. ليه؟ لان كلهم زي بعض ستات، ولو انا سميتها هتلاقي انا 6 تسميه في التلاته. طيب لو انا خدت الاخضر ده تمام، هل ده اكتر فرع في تفرعات؟ لا، هتلاقي الاخضر في تفرع واحد اللي هو ده من هنا كده. طيب لو انا خدت الاصفر في كم تفرع؟ في تفرعين، الاصفر خلينا نركز تاني معلش، الاصفر او اقول تاني ده كده في كام تفرع؟ في تفرع واحد من هنا. طيب الاصفر في كام تفرع؟ اللي فوق ده في تفرع هنا وتفرع هنا، تو برانش. طب جميل قوي. طب لو انا خدت اللي هو خده بقى العدل ده في كام تفرع؟ هتقول لي في 2 برضو، 1 و2، يبقى كده عندي الستريت لاين ده تمام، او اللي جاي من فوق ده، الاثنين دول صح. ليه؟ لان دول اطول تشين واكتر تشين فيها برانش، يبقى انا باخدش اطول تشين بس. نقول تاني ليه ما خدتش اللي تحت؟ لان لو خدت يبقى انا ما خدتش اللي تحت، لقيت اللي تحت ده يبقى في تفرع واحد، وانا بشوف الاطول تشين اللي فيها اكتر عدد تفرعات. طب جميل اهو. تاني قاعده، يبقى اول قاعده احنا حددنا اطول تشين واكبر تشين فيها تفرعات. تاني حاجه فاين ذا لينجوس تمام، سلكت ذا روت، بحسب بقى الروت. بحسب الروت ازاي؟ بعد عندي كام سي؟ ادي 1 2 3 4 5 6، 6 يعني هيكس. طب ده سنجل بوند وبيحقق الفورم، اه بيحقق، يبقى اسمه هيكسان. ده كده البيز. طب انا عايز اسمي بقى الباقي، هسميه ازاي؟ اول حاجه فور الكان، اد سافكس ان وروت. خلاص احنا عرفنا دي الكان، حطينا ايه ان للروت. طيب بالنسبه للباقي بقى اللي عنده، اف ذا شين فورم رينج ذا سيم، ماشي. لو هي عملت لي رينج يعني زي كده، 1 2 3 4 5 وهكذا، ده كده رينج حلقة. هقول ده كده 5 يعني بنت، وهو كل واحد يبقى بنتين، احط سايكلو بنتين، سايكلو بنتين. طيب كده خلصنا. تاني حاجة، تالت حاجة بقى انا عايز اسمي الحاجات دي. طب انا قلت لك المرة اللي فاتت انا عندي سي ان اتش 2 ان زائد 1، ده اسمه الكايل. يعني ايه؟ يعني بسمي زي الالكان، بس بدل ما اقول الكان بقول ايل. يعني تدينا مثال، يعني سي اتش 4 ده اسمه ايه؟ ميسان. طب سي اتش 3 اسمه ميسايل. طب سي 2 اتش 6، سي 2 اتش 6 اسمه ايسان. طب سي 2 اتش 5 اسمه ايثايل. ما انا ببدا احدد، لو انا بصيت هنا هلاقي سي 3 اتش 5 يبقى اسمه ميسايل، وده كام؟ سي 2 اتش 5 اسمه ايسايل، يبقى فوق ميسايل وتحت ايسايل. طب انا هحط اللون اللي قبل التاني، هقول لك تحط اللون قبل التاني. انا ببدا ارقم بحيث يكون الفروع اقل حاجه، يعني ايه؟ ركز معايا في الحته دي كويس جدا، لان الباقي كله كل التسميات بيعتمد على الفهم ده. لو انا قلت هرقم من هنا 1 2 3 4 5 و6، وجيت سالتك كده الفرع ده رقم كام؟ هتقول رقم 4. طب الفرع اللي بعده رقم 5، يبقى عند 4 و5. طيب تعال نرقم العكس، اقول لك كده يبقى دي 1 2 3 4 5 6، اقول لك الفرع رقم كام؟ هتقول لي 2 و3، يا اما 2 و3 اقل من 4 و5، يبقى انا رقم من ناحيه الشمال. طب انا رقمته 1 2 3، جميل. ده اولا هسالك اول حاجه اكتب ايه؟ هيكسان، ده الروت بتاعي. طب انا عندي 2 في الميسايل، يبقى 2 ميسايل، 2 في الميسايل، وعندي 3 ايسايل، 3 ايسايل. طب نيجي بقى للابجدي، حرف الاي قبل حرف الام، يبقى اقول ايه؟ 3 ايسايل 2 ميسايل هيكسان.
تلاتة إسايل، اتنين مثال إكسال. نقول تاني الجزئية دي، أنا أول حاجة برقم من الاتجاه اللي بيخلي لي البرانشز بتاعتي أقل ما يمكن في الأرقام، يعني هنا واحد اتنين تلاتة، خلاص يبقى أنا عندي كده اتنين وتلاتة، عندي اتنين في مسايل وتلاتة في إسايل، يبقى أنا رقم عادي خالص كل واحد ياخد رقمه، بس لما أجي أكتب أكتب أبجدي، أكتب أبجدي. تمام، يبقى تلاتة إسايل اتنين مسايل. عايزين ناخد كذا حاجة، اف تو اور مور ايدنتيكال سبستانس او بريزنت، ماشي. لو انا عندي كذا حاجه، مثلا حاجه زي كده واحد اتنين تلاته مثلا، وعندي هنا سي اتش 3 تمام، ومثلا واحد كمان هنا او سي اتش 3، قلت لك رقم، قلت لها واحد اتنين تلاته اربعه، يمين زي شمال، ماشي، لان رقم اتنين رقم تلاته، يبقى عندي اتنين وتلاته. الله اكبر الله اكبر. بس الاذان اذن ما طلع الكشف، يبقى انا عندي 2 و3 تمام زي بعض. اقول ايه بقى؟ بدل ما اقول 2 مساوي 3 مساوي، اقول 2 و3 داي مي سايل، داي مي سايل، وده 4 يعني بيو تان. طيب عايزين ناخد امثله ثانيه ونسميها احنا. لو قلت لك 1 2 3 4 5 وحطيت هنا سي اتش 3، هتقول لي 1 2 3 4 5، ده رقم 3. طب لو رقمت من الناحيه الثانيه هيبقى برضو 1 2 تلاتة أربعة خمسة، يبقى يمين زي شمال، يبقى ده كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يعني بنتين، وده في رقم كام؟ تلاتة، يبقى تلاتة مسايل بنتين، تلاتة مسايل بنتين. طيب لو حطيت لك هنا كمان سي اتش 3، في الحالة دي لازم أرقم من الناحية دي، تبقى واحد اتنين وهكذا، لازم أرقم من الجهة الأقرب. تعال نسمي احنا اللي تحت ده ونشوف هنعرف نسميه ولا لأ. طيب ده جميل أوي، خليك كده معايا واحدة واحدة. أنا لو خدت دي كده تقول لي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، يبقى دي كده تمانية. طيب تعالى ناخد اللي فوق، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، يبقى دي كده تسعة، يبقى دي أطول من العدل اللي هي السلم دي أطول. طب تعالى نشوف دول كده، لأ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمام. طب تعالى نشوف دي كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، يبقى أنا عندي كده اتنين زي بعض، دي الأزرق اللي هو عامله ده والأخضر اللي أنا عامله ده. طيب نيجي نبص تاني، ده في كام تفريع وده في كام تفريع، الاتنين زي بعض. طب تعالى نسمي احنا كده ونشوف هيطلع زي ما هو عامله ولا لأ، تعالى نأكد كده. طيب أول حاجة همشي كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، تمام. هيبقى عندي ايه؟ في رقم تلاتة عندي تفريع اسمها إيسايل سي اتنين اتش خمسة، ده كده على بعض في رقم تلاتة، ورقم سبعة عندي مسايل. يبقى بص بقى الاتنين زي بعض بالظبط ازاي، ورقم أربعة عندي مسايل، هقول ايه بقى؟ هقول تلاتة إيسايل أربعة إيسايل أربعة وسبعة داي ميسايل نونان. يبقى شفت بقى، عشان احنا مشينا خطوات صح طلع نفس حله ازاي، حددنا اطول سلسله واكتر سلسله فيها تفرعات. هنا اللي دي كده، ركز معايا، دي زي دي بالظبط، تمام، بلون تاني، دي زي دي بالظبط، الاثنين دول زي بعض، ايكوفالنت لبعض. جميل قوي، لو انت فهمت التسميات دي هتعرف الباقي كله، عشان هو كله بيعتمد عليه. نخش بعد كده على الالكين. الالكين انساتوريتد، يعني ايه انساتوريتد؟ يعني في دبل بوند، لازم يكون في دبل بوند واحده او اكتر. الصيغه بتاعته بدل ما نحفظ تعالى نكتشف، دبل بوند سي، هتقول لي دي فاضل لها كام؟ اتنين، ودي فاضل لها اتنين، يبقى سي اتنين اتش اربعة، يبقى سي ان اتش تو ان. ناخد مثال كمان نأكد، واحد اتنين تلاتة عندي دبل بوند، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ادي كده هتلاقي تلاتة اتش ستة، برضه سي اتنين اتش تو ان. طيب لما اجي اسمي ده بقى بحدد الروت حسب كام سي، نفس الكلام بالظبط، عندي مثلا اربعة سي يبقى اسمه ايه؟ بيوت. طب ده الكين يبقى بيوتين، بيوتين هناك اسمه بيوتان، هنا بيوتين. طيب في حاجه اسمها ايزومر، يعني ايه اصلا ايزومر؟ يعني ايه ايزومر؟ شفت انا لما قلت لك الايزومر ده عباره عن نفس الاستراكشر ولكن بيختلفوا في التسميه. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن لو قلت لك سي 4 سي 5 اتش 12 مثلا، تمام، هتقول لي ماشي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وقلت لك ده اسمه ايه؟ هتقول لي اسمه بنتان، عادي خالص، بنتان، بن
تين صح كده. طب لو عملت كده 1 2 3 CH3 وفوق CH3 هتقولي لا ده كده اسمه ايه؟ ده اسمه 2 و3 داي ميثايل بروبان. الله، طب ما ده برضو C5H12. يبقى الاثنين اتشابهوا مع بعض في الصيغه بتاعتهم، الصيغه الجسميه الصيغه الجزيئيه، ولكن اختلفوا في الاستراكشر والتسميه والخواص. ده اسمه ايزومر. تاني ايزومر يعني الاثنين، ده C5H12 وده برضو C5H12، ولكن ده ليه اسم، ده ليه اسم وده ليه اسم تاني خالص. الاثنين مختلفين عن بعض تماما، الاثنين مختلفين عن بعض ايه تماما. ده كده اسمه ايزومر. تمام، ده كده اسمه ايزومر. في الالكين عامه في نوعين من ايزومر، في جيومتريك. يعني ايه جيومتريك؟ يعني الاثنين زي بعض. وفي سيز ترانس ايزومر. ازاي افرق بينهم؟ عن طريق اورينتيشن، الدوران بتاع الجروب. طيب تعالى ناخد مثال عشان الدنيا توضح اهو. بص السيز والترانس اهو، انا باجي ابص على ايه؟ على الدبل بوند. الدبل بوند في النص ايه؟ بس عندي الاثنين ايه زي بعض، الاثنين فوق بقى اسمه سيز 2 بيوتين. طب انا فهمت ايه كده؟ فهمت اللي انا عندي بيوتين، تمام، الدبل بوند بتاعته في رقم 2 تاني. الدبل بوند بقى بسميها ازاي مثلا؟ محدش لو حد سأل نفس السؤال ده، انا قلت مثلا لو انا عندي الكان بعد عادي. طب انا عندي الكين وليكن كده، تمام، اكيد الدبل بوند لو مكانها هنا هتفرق، لو مكانها هنا هتفرق، لو مكانها هنا صح. اقول لك بقى بنعمل ايه؟ احنا بنرقم من اقرب مكان للدبل بوند. هناك الدبل بوند مثلا دور 5 والدبل بوند هنا، هتقول لي ده 1 2، ده اسمه ايه؟ ده 5 يعني بايه؟ بنتين. طب ده في دبل بوند، هتقول لي 2 بنتين. انا هفهم كده ايه بقى؟ الدبل بوند عندك في رقم 2، الدبل بوند عندك في رقم 2. ودايما برقم الالكين من اقرب مكان للدبل بوند مش التفريع. التفريعات دي في الالكان، الدبل بوند هو طبعا الكلام ده مش ذاكره عندك في الكتاب بس لازم تبقى انت فاهم. الدبل بوند برقم من اقرب حاجه للدبل بوند. طيب يعني بمعنى، خد المثال ده تاني عشان الدنيا تثبت. لو قلت 1 2 3 4 5 وعندي هنا CH3، تمام، وعندي هنا دبل بوند، المفروض تقول لي ايه؟ 1 2 ده اقرب بالتفريع. اقول لك غلط، عندك دبل بوند يبقى ترقم اقرب حاجه لحيطه، يبقى 1 2 3 4 5. يبقى عندك ايه بقى؟ اكتبه ازاي؟ اكتب 4 ميثايل 2 بنتين، 4 ميثايل 2 بنتين وهكذا. طيب بالنسبه للسيز والترانس، السيز هنا بيتكلم اللي انت عندك الاثنين بيبقى في نفس الجهه، يعني عندك دبل بوند في النص اهي والاثنين دول في نفس الجهه. طب الترانس بيبقى عكس بعض زي ما احنا شايفين تحت كده، عكس بعض، واحد فوق واحد تحت، واحد فوق واحد تحت. طبعا بيختلف في الدنسيتي، بيختلف في الفوليوم والسبيسنج فيلنج، يعني بيشغل قد ايه من ايه من السبيس، وكمان البوليوم كمان بتاعته بتختلف. تمام، ده بالنسبه للجيومتريك ايزومر اوف 2 بيوتين. تمام، تاني نيجي نبص ليه ده اسمه ايزومر، لان الاثنين نفس الفورمولا، ده كل الاثنين دول سي 4 اتش 8 ولكن بيختلفوا تماما، ما بيختلفوش، بيختلف ده بيختلف على ده بقى اسمه ايزومر، بقى ايزومر. وعشان عندي دبل بوند بيبقى عندي حاجه اسمها سيز وحاجه اسمها ترانس. طب تمام، طبعا انا كنت اتمنى المحاضرة الاورجانيك بالذات تشرح لايف مش تسجيل، بس يعني انتوا اللي انا عرفته انتوا عايزين تسجيل. وتمام، لو حد عنده اي سؤال طبعا يتفضل في اي وقت. الالكين بقى ده اخر حاجه، الالكين ده عباره عن هيدروكربون بس فيه تريبل بوند. طيب زي ما اتعودنا احنا بنفهم ما بنحفظش. لو عندي 1 2 3 حطيت تريبل بوند، هتقول ده فاضل له اتشايه وده خلاص كده بقى رباعي وده فاضل له 3. عد كده هتلاقي سي 3 اتش كام؟ 4. يبقى ده صيغته ايه؟ ده سي ان اتش 2 ان ناقص 2. طبعا هنا في ناقص 2 بس ناقص 2 كده. ده الفورمولا بتاعت الالكين، نفس الكلام بالظبط. بعد برضو لقيت مثلا 1 2 3، 1 2 1 1 1 1، ده اسمه ايه؟ ده اسمه بروب. طب ان ولا اين ولا اين؟ اين. ليه بروباين؟ لان في تريبل بوند، وطبعا التريبل بوند بحطها لاقرب حاجه ليها، يعني 1 يبقى 1 بروباين، 1 بروباين. طيب تعالى بقى نحل شويه الاسماء دي، وده اهم حاجه عندي في الدرس ويا ريت نركز عليه. اول حاجه جيب ذا سيمتريك نيم فور ايه بوث ستراكشر، انديكيت ذا شير سنترال ان دي، اند درو جيومتريك ايزومر فور بارت اي. طيب خلينا اول واحده رقم ايه، ده تسميته ايه؟ طيب اول حاجه زي ما اتفقنا احنا هنعد اطول سلسله فين، هنلاقي دي
تمام، او حد ممكن يقول لي دي او العكس اللي تحت دي. خلاص احنا هنتفق ناخد دي اسهل ونعد. هتقول له 1 2 3 4 ليه رقمت من هنا؟ لان انا رقمت العكس من هنا هيبقى 1 2 3، يبقى البرانش رقم 3. لا انا هخلي البرانش كله رقم 2 اقرب. يبقى اتفقنا على الرقم هنا 1 2 3 4. 4 يعني ايه؟ هل هنا عندي تريبل بوند؟ لا عندي تريبل بوند. لا يبقى خلاص 4 يعني بيوت، وده الكان يبقى بيوتان. وعندي ايه في رقم 2؟ عندي فرعين، يبقى 2 و2 دايميثايل. دايميثايل بيوتان، يبقى 2 و2 دايميثايل بيوتان. طيب عايز حد كده يفكر في دي قبل ما احلها، فين اطول شين؟ طيب تعالى ندي كده 1 2 3 4 5، تمام يبقى دي كده 5. طيب تعالى نعد دي 1 2 3 4 5 6، خلاص يبقى دي كده 6، دي اطول. طب على حد شايف حاجه تانية؟ لو عديت دي جيب لون تاني 1 2 3 4 5، لا خلاص يبقى اتفقنا دي اطول سلسله كده. طب جميل قوي. اي رقم منين؟ مش عارف. تعال نجرب كده، اقول 1 2 3، يبقى اول فرع رقم 3، 4 5، يبقى عندي فرع في رقم 3 وفرع في رقم 4. طب تعال نرقم العكس. نرقم العكس 1 2 3 4، يبقى برضو عندي 3 و4. يبقى انت رقم مكان ما انت عايز، الاتنين زي بعض. خلاص انا احب رقم كده، اقول 1 2 3 4 5، اسف، اقول 1 2 3 4 5 6. 6 يعني ايه؟ ايوه صح صح اكسان. طب ده عندي التفرع فين؟ في 3 و4، يبقى 3 و4 داي مي ساي. اسف، هو 3 و4 زي بعض؟ لا ايوه زي بعض، 3 و4 زي بعض، ده مسايل وده مسايل، يبقى صح 3 و4 داي مي سايل اكسان. داي مي سايل اكسان اكسان اكسان، يبقى 3 و4 داي مي سايل ايه؟ اكسان. طيب جميل قوي. شوف اللي بعده. give chemical name for the following A و B و C و D. هو اصلا انا كان طالب حاجة تاني مننا. ماشي تعالى هنا، هو عايز لسه اسئلة هنا. طيب عايز اسمي الاسماء دي. بص ما تتخضش ابدا ابدا ابدا، انا بالنسبة لي كل نقطة بسي، يعني دي كده سي ودي كده سي ودي كده سي وكده سي وكده سي. طبعا كل واحدة سي كاملة، يعني دي سي اتش 3 1 2 3، ودي برضو سي اتش 3، ودي هتلاقي سي اتش هنا، يعني دي كاملة. يعني ارسمها ازاي؟ ركز معايا بقى عشان ارسمك واحدة. دي اهي، انا عندي سي هنا وطالع منها سي وطالع منها سي ونازل منها سي وطالع منها سي. ادي كده، ادي 1 2 3 4 5، مظبوطين. طيب اكمل بقى انا اتشات، يعني ايه؟ يعني هنا في 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1، كده انت كملت قوي. دي سهله جدا، اطول شين باينه خالص اهي، دي كده مش محتاجه اي حاجه، دي اطول شين. 4 يعني بيوت. طب ده سنجل بوند، يبقى بيوتان. وده رقم كام؟ رقم 2، يبقى 2 ميثايل بيوتان، 2 ميثايل بيوتان. تعالى هنا نعد نفس الكلام. هتقول لي هنا في سي وهنا 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 سي، تمام. طب فين اطول شين؟ انا شايف كده لو خدنا دي 1 2 3 4 5 6 7، اللي هي العدله دي. طب هل في حاجه اطول؟ تعالى نبص تاني، انا مش متاكد. هات لون تاني كده وليكن احمر. لو خدنا 1 2 3 4 5 6، لا خلاص يبقى دي ان شاء الله دي اطول شين اهي. طيب عشان ما تلخبطش ارسمها، انا عندي سي ماسكه في سي ماسكه في سي ماسكه في سي، والسي طالع منها سي والسي ماسكه كمان في سي، يعني دي اتش 3 ودي اتش 2، تمام. بعد كده نازل تاني سي، وده ماسك في سي اتش 3 وطالع تاني في سي، وده ماسك في سي اتش 3 ونازل تاني على سي. جميل قوي. فين اطول شين؟ اتفقنا دي اطول شين اهو. طيب ركز بقى، عندي كام تفريعه؟ عندي ده كده تفريعه واحده سي 2 اتش 5،
ده سي اتش 3 وده سي اتش 3، يبقى ده كده على بعضه سي 2 اتش 5. تاني اعلم عليه تاني اللون تاني، ده كده على بعضه سي 2 اتش 5. تعالى نعد السيات كده. انا شايف ان الشمال طبعا اقرب، هنقول 1 2 3 4 5 6 7. جميل قوي، 7 يعني ايه؟ انا سامعك بتقول صح، هبتان يبقى هب تان عشان كله سنجل. طب انا عندي التفريع فين؟ عندي التفريع في 2 و3 زي بعض، وعند 4 اسايل، يبقى قول الاول اقول اسايل عشان الابجد زي ما اتفقنا، يبقى قول 4 اسايل 2 و3 داي مي سايل هبتان، سهل صح؟ تعال نبص على ده كده، ما ياخدكش الشكل، امشي زي ما قلت لك بالظبط، كل نقطه حط مكانها سي، ادي سي وادي سي وادي سي وادي سي هنا وسي هنا وسي هنا وسي هنا. طب جميل قوي، نعمله بالراحه، ادي سي ماسكه في سي نازله في سي طالعه في سي، وهنا عندي سي طالع من هنا سي اتش 3 وسي اتش 3، تمام كده، ونازل ايه سي. طبعا نكمل ده عادي خالص، ما تتخضش اهو، ده اطول 1 2 3 4 5، ده اطول حاجه كده انا شايف، واقول لها رقم من هنا 1 2، يبقى عندي ايه 2 و2 داي مي سايل، داي مي سايل، ودول كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى ايه بنتان، ولا يهمني. تعال نبص على الرقم دي، دي فيها خلي بالك فيها احنا محلناش برضو سي، محلناش سي، تعال نحل سي، ادي سي 1 2 3 4 5 6 اهو، 1 2 3 4 5 6، في بس هنا دبل بوند بين التانية والتالتة، بين التانية اللي هي دي، هتقول لي ايه 1 2 3 4 5 6، 6 يعني هكس، بس خلي بالك في دبل بوند يبقى هكسين. طب الدبل بوند رقمها كام؟ تقول رقمها 2، لان انا بعد كده 1 2، يبقى 2 هكسين. هي نفس الكلام، ما تخضش من الشكل ده، في ايه تاني؟ طيب هسيب لكم ده تحلوه وتقولوا لي عملتوه ايه، عملتوه ايه لوحدكم، هو طبعا برضو سهل بس ممكن تحلوه عشان تفكروا شويه. تعال نعمل ده بدرو. طيب اي رسم برسم من ورا لقدام، يعني ايه؟ اول حاجه عندي ايه درو 2 و2 داي مثال هبتان، خلاص هبتان 1 2 4 5 6 7. طب 2 و2 اهو 2 و2 داي مثال CH3 وCH3، وطبعا نكمل بقية البوند اتش عادي خالص، مفيش أدنى مشكلة، سهل جدا جدا جدا. طيب درو كربون سكيتون فور ذا فولوينج، 2 اسايل 2 مسايل بنتان، ابدأ برضو من الآخر، بنتان يعني كام؟ 5، 1 2 3 4 5، 3 مسايل 3 اسايل 2 مسايل، عايز تعد منين براحتك، عد منين 1 2 3، يبقى 3 اسايل سي 2 اتش 5 واتنين مسايل سي اتش 3، طبعا تحطها فوق او تحت الاتنين صح. تمام اللي بعده، طبعا الاسئله كلها سهله، تراي مسايل هبتان ولا يهمني، ايه المشكله؟ هبتان 1 2 3 4 5 6، عايز تراي مسايل فين وفين؟ في 2 و2 و4، يبقى خلاص ده مسايل اهو وده مسايل اهو وده مسايل اهو، تمام كده. حد يجي يقول طب انا كده صح؟ اه هتعد من هنا 1 2 3 4 5 6، ما ينفعش اعد من هنا، لا اقول لك لو عديت من هنا يبقى ده رقم 3 وده رقم 5، يبقى انا كده صح، بعد من الناحيه دي كده. احنا خلصنا ليكتشر 15، واتمنى نسكم الدنيا واضحه، ولو حد عنده اي سؤال في اي حاجه يتفضل يبعته لي على الواتساب او يبعته للاستاذ حماده هو يبعته لي. بالتوفيق ان شاء الله، ويا رب تكون فهمتوا المحاضره بتاعت النهارده.